في الحلقة الماضية أخذت عجلة مغامرات راني حبيبات دحومي في رحلة إلى ماليزيا، واستقر حموش على البرازيل. برازيل وين بتروح؟ برازيل. حموش وصديقه العزيز سالم على وشك الهبوط في البرازيل لخوض تجربة لا تنسى. هاي جايز، سوف يبدأ الشباب مغامرتهما باكتشاف ما سوف تقدمه لهم ريو. استمتع الشباب بتناول قطع البرتقال الطازجة والشهية. يدور حموش وسالم عجلة المغامرات لاكتشاف نشاطهما المثير الأول. درب خلينا نجرب ونروح. يلا قبل الوصول إلى الشلال، كانت مفاجأة راني حبيبات بانتظارهم. رقصة الكابويرا، وهي رقصة شعبية شهيرة وأحد الفنون القتالية المعروفة بالبرازيل. ينضم إليهم الشباب ويستمتعون بتعلم الحركات المميزة. عجبك المكان؟ أعجبني مرة. يلا نروح الشلال. يلا. والآن حان وقت هبوط واحد من أعظم شلالات غابات الأمازون البرازيلية واكتشافها بطريقة فريدة لا تنسى. Even the Brazilian Amazon, I'm going to show you an amazing waterfall that you're gonna abseil. It's one of the oldest waterfalls in the region. استعد الشباب وهبطا للأسفل بالحبال. وبعد انتهاء تجربتهما الرائعة، حموش وسالم كان يترقبان اكتشاف مغامرتهما المثيرة التالية بفارغ الصبر. يلا نجرب. في الحلقة القادمة سوف نكتشف المغامرات المثيرة والممتعة التي سيخوضها حموش وسالم في بقية رحلتهم للبرازيل. لمعرفة المزيد زور runnyworld.com الآن. العب واحصل على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى.